مين المفروض يزعل من التاني؟ ما انا اعتذرت لك بدل المره 10، خلي قلبك ابيض بقى. شكرا على اعتذاراتك الكتير قوي اللي انت قدمتها لي دي، بس الاعتذارات دي ولا حاجه بالنسبه للي حصل. طب على فكره انا هفضل اعتذر لك لغايه ما تصدقيني. ملوش لازمه ابدا الكلام ده دلوقتي، نبقى نتكلم فيه بعدين. بعدين امتى؟ زي ما بيقولوا خليها بظروفها. ماشي ماشي يا اروى، بس انا مش هيأس. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انا بحبك. سوري يا سعيد، انا لازم انزل دلوقتي، مستعجله قوي. براحتك، هتصل بيكي لما تخلصي. اوكي باي باي. باي. يا مشكله اروى. يا ميمي مالك؟ حكايه الواد يوسف ده مين اللي زق عليها؟ العيال المربيه جوه في المخزن، بيحصل نسيج. دماغي اخرت لخبطه، مش عارف كل ده ليه. انا الحوار ده برضه مش داخل دماغي، بس لازم نهدى شويه عشان نشوف هنعمل ايه. الواد يا ابني كنت بفكر كده يعني، ما تيجي نكلم الجنرال. يا ميمي تاني الجنرال؟ ما هو اللي حصل يوسف ده بسبب ام الجنرال. انا خايف نجرب في يوسف الحوار يفكس مننا. ما ديك بتقولها بسببه، يبقى لازم يدخل فيها. هذا الحجز وحش. الواد يوسف حلو كل حاجه، بس البهدله مش شبهه صاحبي، وانت عارف. عارف يا ميمي، بس برضه الجنرال انا مش مستريح للخطوه دي. معلش كلمه. انا هكلم السند. باسم. اهلا يا دياب، الحمد لله على السلام. اي خدمه؟ الله يسلمك يا سيدي. بقول لك يا سن، كنت انا وميمي كده عايزين نقابل الجنرال. بس الجنرال مش موجود. طب هيرجع امتى؟ والله ده سؤال انا ما اقدرش اساله لانه مش شغل. بقول لك يا سن، الحوار ده ما يتاخرش، وانا عارف انك انت ممكن تتصرف، اتصرف. طيب سيبنا اشوف وارد عليك. ماشي يا سن، استني تليفونك. بقول لك مش موجود. تهرب يعني ولا ايه؟ مش عارف. انا هروح اعمل تليفون. طب ما تعمله هنا. يعني شويه مشاعر بس. شويه ايه؟ مشاعر. واضح ان هم واقعين قوي سعادتك. سيبهم شويه. اوامر سعادتك. تعرف يا سن، لما يبقى عندك كلب شرس شايف نفسه شوية وفاكر نفسه إن هو الكبير، تعمل فيه؟ أتعلم من سعادتك. تحبسه في أوضة ضيقة وضلمة وتجوعه. بعدها لما تيجي تديله حتة لحمة هتلاقي عينه منك في الأرض، ذليل بيتمسح فيه. وبعدها بيتعلم. بيتعلم ايه سعادتك؟ بيتعلم ان انت الكبير، في ايدك السلطه، اللي في ايدك الحياه والممات. ازيك؟ وحشتيني. انا كويسه، انت عامل ايه؟ عايز اعرف اخبارك. انا كويس الحمد لله. ايه بتعمل ايه؟ انا انا بشرب سيجارة. يا سلام. لا بجد يعني بتعمل ايه دلوقتي؟ تيجي نتقابل؟ يا ريت نتقابل، بس مش هينفع النهارده. ليه؟ مفيش، واحد صاحبي وقع في مشكلة. ايه مشكلتي؟ يقول لي انا صحفية واقدر اتصرف. شايف العوزة اكبر صحفية في مصر. بس هي مشكلة ملخبطة كده، بحكيها لك بعدين. خير ان شاء الله. طيب انا هروح وانت ما خلص كلمني. اوكي باي. استاذ دياب اتفضل معانا. اتفضل معاكوا على فين؟ هتعرف لما تيجي معانا. ايوه يعني اروح فين يعني؟ حضرتك طب معانا فنجان قهوه ونسالك سؤالين وهترجع تاني على طول. الحقيقه كلها ربع ساعه من وقتك مش اكتر. لا انا مش فاضي وما بشربش قهوه، فيا ريتني اخليها وقت تاني. لو جينا لك وقت تاني هنجي لك بطريقه مش هتعجبك خالص، ايه رايك؟ لو على ايه؟ نشرب قهوه احسن. اتفضل. واد يا نحل، انت يا ولد. أنا يا ست أم دياب. كلمتلي رايق يا ولا؟ يا ستي والله كلمته، قال لي إن سيدي يبو راح الشغل. الشغل إيه يا ولا اللي راح؟ ده أنا ابني من ساعة ما رجع من بره ما راحش الشغل ده. بقول لك إيه؟ أنت والرايق بان عليكوا كدابين. وهيكدب عليك ليه بس يا ست أم دياب؟ ما هو ده اللي قلقني أكتر، ده اللي قلقني أكتر. طب ممكن بقى تسيبيني عشان ورايا حاجات، عايز أقفل اللي ورايا. مالك يا رايق؟ شكلك مش متظبط.
لما تكون عامل عملة. عملة؟ عملة يا عم ياسين بس اللي بتقوله ده؟ يعني انت رايق ما قابلتش يوسف اليومين اللي فاتوا دول وعملت معاه حاجة؟ شقاوة يعني؟ شقاوتي ايه يا ابو دنيا؟ ما كله على ايديكم، احنا بقالنا فترة ماشيين جنب الحيط. واليوسف ممسوك في ايه يا رايق؟ مش عرفني ولا اعرف قطاع زي النسوان، مش عارف اعمل له حاجة. هتلاقي عيل سوا من ايام زمان ليه حق عند يوسف. انا مش عارف البلاوي اللي عمالة تحدف علينا دي. قلنا نبطل الشمال ونمشي في اليمين. لا الشمال نافع ولا اليمين عاجب، هنعمل ايه تاني يا جدعان؟ ايوه بس مش ده برضه الرايق بتاع كل يوم. القصة مش قصة يوسف. عندك حق. هي مش قصة يوسف بس. ما ترمي يا ابني. ارمي خلينا نشيل معاك. ارمي ايه وادوشكوا ليه بس؟ اقول لك يوسف اللي مرمي مش عارف اطلعه من الزفت اللي هو فيه ازاي؟ ولا دياب اللي سابنا عك لوحدي ومشي؟ ولا العيال بتاعت ابويا اللي مرميه جوه المخزن؟ ولا سيكا اللي قاعد في البيت مش عارف الضربه تجيله منين؟ هقول ايه ولا ايه بس؟ يا ابني انت مالك مكركبه على دماغك كده ليه؟ ما كل مشكله وليها حلال. يوسف يومين وهيطلع ودي بتلاقيه بيقعد في اي حته ما انت عارفه. مش هيتبقى بقى غير مشكله سيكا. اسمع بقى رايق واشتري مني يا ابني. ماشي يا عم ياسين. بيع لي. بيع وريحني. انا قلبي مش مطمن وبيقول ان ابني فيه حاجه. ما دام الواد الرايق كده بكده يبقى اكيد عامل مصيبه ومخبيها علينا. لو كرسان على الحرم الاول كنت عرفت راسي من رجليه. بس هو قدامك اهو، ما تساله كده ما قاليش ليه. ما قلت لك يا ميمي عالم لبط بس على مستوى عالي. اقول لك ايه اكتر من كده؟ يعني ايه هيدخلوا لنا بجيش ولا ايه؟ حتى لو دخلوا بجيش على الحرم نقلب عطرب وندفنهم جواها. لا لا يا مين، الكلام اللي بيقوله لك عم ياسين ده هو الصح. سيك هيغير قعدته ويبقى في الامان. ما البيت امان يا ابو دنيا. ايه القهوه بس اللي عوق شويه، مش هنقعد نسال كل واحد انت رايح فين وجاي منين. حلو قوي، اديك جبت الخلاصه. اسمع ده سيك، تجيب شنطتك وحالك ومحتلك وتيجي على المطرح عندي. يجي مطرح فين يا عم ياسين؟ ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش يا عم؟ يا عم ياسين مش عايزين يتقل عليهم. تتقل على مين يا ده يا وسخ؟ عيب الكلام ده. اسمع الكلام ده سيف. يدوم العز يا عم ياسين. بس اسمع، اللي اوله شرط اخره نور. اوعى تكون بتشخر وانت نايم ثلاثة بالله العظيم ابعتك لاخوك تاني. ده بس في نظر على الموضوع ده يا عم ياسين. يبقى بتشخر. ده زمارة قطر يا ابو دنيا. ماشي يا عم مين؟ مش هرد لاخوك. خد خد سلك سلك. ايوه يا رايق، في واحد هنا مستنيك بيقول ان اسمه ابو يحيى. انت بتقولي ايه؟ ما تقلقش يا اخويا احنا كويسين مستنيينك. طب فين يا سماح؟ انا جاي. في يا رايق؟ مش قلت لك هنقلبها طرب وندفنهم جواها يا عم ياسين؟ بينا يا رجاله. خليك هنا سيك. ازاي يعني؟ اسمع الكلام. يلا عم ياسين. انزل تحت هذا نحن. غير يا ابو يحيى، علموك تدخل على البيوت ورجالتها مش موجوده ولا ايه؟ انا ليا حق عند اخوك. ولما انت ليك حق عند اخويا جاي تتكلم فيه مع النسوان؟ واللي عامله معايا اخوك شغل الرجالة ولا شغل النسوان؟ البيوت لها حرمة يا ابو يحيى. جاي تكلم الرجالة؟ اتفضل معانا تحت. نتكلم تحت. بص يا ابو يحيى، انت النهارده غلطت غلطه كبيره قوي لما دخلت بيت ميمي الرايق في غيابه. انا ممكن اخلي الرجاله ياكلوكوا صحيين. انت كده هتولعها نار يا رايق. انا ورايا رجاله كتير قوي يولعوا لك في ام الحته دي كلها باللي فيها.
ما تخلقش اللي يمس حد من الحته دي واحنا عايشين فيها ويطلع سليم. الحريم عندك فوق يا اخي، اسالهم اذا كان حد فينا ضايقهم ولا لا. وبعدين انا اللي دخلني بيتك بالطريقه دي الباشا اخوك المحترم الذكر اللي سرقني وخلني بعد ما وقفت جنبه. ما انت برضه لبسته في الحيط. انا لبسته في الحيط؟ ده انا كان ممكن اخلص منه واتويه واحطه في اي حته، بس انا برضه عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. ابا غلطان يابا. طبعا غلطان، كان ممكن تجينا من الاول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يراقبوه. طب احنا نسيبنا من الكلام اللي ملوش لازمه ده. انا ليا عند اخوك لابتوب وشويه فلوس عايزه، واذا كان على اخوك والله ان قلبه ابيض اسامحه. فين اللابتوب والحاجه؟ اللابتوب هيجيلك، انما الفلوس دي بقى اعتبرها هديه دخلت علينا بيها، هديه كبيره تليق بمقامك كده. مالكش اي حاجه عندي؟ في حد شاف اللابتوب ده يا سيفا؟ لا. طب بس انا عايز افكرك، لو في اي حاجه حصلت انت المسؤول قدامي. جري يا ابو يحيى، ما خلص الكلام. ماشي، وانت راجل طيب مش هوصيك بقى، عايزك تفهمه وتعقله انه ما يعملش كده تاني مع ابو يحيى. ما قال لك خلص الكلام؟ حقك معاك، انا بقى اللي بوصيك لما تشوف سيكه تاني تاخد بالك منه. استنى ابو يحيى لما اطلعك على اول الشارع، اصل انت دخلت المنطقه دي والناس نايمين، بس مش تعرف تخرج منها وهم صاحيين. افتح يا ابني.